فترة حكم حتشبسوت كانت فترة سلمية وكانت بتهتم برحلات البحرية. الملكة حتشبسوت بعثت رحلتها المشهورة لبلاد بونت ودونتها على جدران معبدها بالدير البحري اللي صممه المهندس سينين موت. وعلى الرغم من سلميتها تقدم الرحلة سلاح المشاة وقوافل الأساطيل البحرية، وده كان دور الجيش المصري في أوقات السلم لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية وكمان الزراعية بمصر القديمه.